بعد ما استعرضنا ليه شيكابالا وصل للحالة دي ووصل عن طريق أبطال عالمين واستعرضنا أبطال عالمين، جاء الوقت إننا نرد برضو على كلام هو لا يقل من فكرة الكلام الأول أهمية بالنسبة للمنافس، ولكنه بالنسبة لنا مش بالقدر ده من الأهمية، ولكن لازم نرد عليه. هي فكرة دوري أبطال أفريقيا ولا الدوري العام؟ احنا هنا بنحترم كل بطولة وبنحط كل بطولة في إطارها الطبيعي اللي كل متابعين كرة القدم في العالم عارفين يعني إيه تقييم قوة بطولة من بطولة من بطولة. ولكن إننا نصل بين الحال إن يبدأ يتردد فكرة إن الدوري أقوى من دوري أبطال أفريقيا، فأنا هنا أتقبل إن ده ممكن يكون نقطة النكتة. أو الأمر الثاني وده اللي أنا متأكد منه، إن المستوى الفني اللي ظهر عليه النادي الأهلي في بطولة أفريقيا اللي خرجت حضرتك من دور المجموعات فيها، أو حالك إن البطولة ضعيفة برغم إن الفريق اللي واجه النادي الأهلي في الدور قبل النهائي الأهلي فاز ذهابا إيابا عليه، وهو فايز ذهابا إيابا عليه تقريبا في نفس الموسم أو الفترة الزمنية القريبة جدا، لا في تطور حصل على أداء فريق الترجي ولا تطور أو تأخر حصل على أداء فريق النادي الأهلي. فبالتالي أنا أتقبل جدا إن مستوى النادي الأهلي أظهر إن في فوارق كبيرة جدا في ظروف عدالة مناسبة خلاك تقول إن البطولة ضعيفة، لكن إنك تقول كمان إن الدوري أقوى من أفريقيا لا، هنا لازم نقف ولازم نقف بشدة. والكلام لمدير فني بالمناسبة، لأن بعض الإعلاميين بيكتبوا حاجات متخيلين إن ممكن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طالع يرد عليه، هو لا، هو طالع يرد على الكلام اللي حضرتك تبنيته وقاله مدير فني هو باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. نطلع نشوف تعقيبه ونرجع نعقب. ضربت في السعودية وضربت في الكونغو وضربت في أمريكا وضربت في مصر وضربت الفرق في البطولات الأفريقية، من وجهة نظرك البطولة الأقوى البطولة الأصعب؟ طبعا الدوري المصري. الدوري المصري اقوى من كل البطولات دي. يعني اقوى من بطوله افريقيا واقوى من الدوري السعودي واقوى من الدوري المغربي. يعني je dirais que la seule différence dans le championnat pour moi الفرق اشعر به طبعا في السعوديه مثلا الزمالك فاز على الهلال يعني، ولكن اقصد ذلك ان الفارق الحقيقي أن في السعودية تجد فردية أو انفراد في الفرق، مثلا هناك مثلا 7 لاعبين غرباء أو من غير سعوديين في كل فريق، ولكن في تلك الفرق لا أجد هذا الترابط الذي لطالما أطالب به. أنا أشعر بالفعل أن الفرق المصرية بصفة عامة مترابطة متكتلة، وهذا وأجد أن مثلا في السعودية هناك مهارات فردية ولكن يعني فردية. يعني البطولة الأقوى بتعتبرها في تاريخك هي الشامبيونز ليج أو الدوري المصري، هي البطولة الأقوى؟ لن أقول ذلك مطلقا. لما يكون الإعلامي عايز يوجه المدير الفني لقناعات هو مقتنع بيها، حصل قبل كده لقاء مع باتريس كارتيرون، هل مسابقة الدوري العام تتميز بالعدالة؟ قال نعم. قال له يعني النادي الأهلي لما يروح يلعب في إسماعيلية وأنت تروح تلعب في إسماعيلية ده عدالة؟ ما طبيعي هيقول لأ. ليه؟ وبعدين جاي كمان مع باتريس كارتيرون اللي هو المدير الفني اللي هو عارف يلعب الجيم صح، عارف يتقال إيه وحد بيمليه كويس ايه اللي ممكن يتقال وايه اللي هيعجب الناس. فبالتالي طبيعي جدا البطوله اللي انا حصلت عليها انتوا عايزين تسمعوا ان هي اقوى من الدوري السعودي، هقول لكم اقوى من الدوري السعودي، وكمان هستشهد لكم ان الزمالك فاز على الهلال فبالتالي الدوري المصري اقوى من الدوري السعودي، وبالطريقه دي انا اقول لكم كمان ان الدوري المصري اقوى من الدوري الاسباني. مش الاهلي فاز على الريال ودي كانت بطوله وديه، وبطوله الزمالك وهي البطوله وديه، والاهلي فاز على الريال يبقى الدوري المصري اقوى من الدوري الاسباني. واي كلام ممكن يتقال بيرسخ لقاعده مهمه جدا قلناها قبل كده برضو هنا، ان البطوله اللي بيحصل عليها المنافس مهما كانت قيمتها هي البطوله الاقوى دايما في الموسم. عارف انا وانا بسمع الحاجات دي بفتكر باتشيكو وبول الدوري ب5، اللي هو كلام واحد يعني، عارف المشهد بتاع الدين بيقول ايه، هو الجمهور عايز يسمع ايه بالظبط؟ ماشي خلاص الدوري اقوى،
كذا اكتر، كذا افضل، مفيش اي منطق ولا اي حجه ولا اي كلام حتى وانت بترد عليه تلاقي عنده منطق. بس قبل ما احنا نرد بقى، انت طبيعي كاعلام بتطلع ترد وتفند وتتكلم، في حد هو برضو لو انت هتلعب في الحته دي هو هيحسسك بجد انك لعبت الجيم مع الشخص الغلط. بيتسو موسيماني، الرجل اللي بيجيد الحروب النفسيه، وانا اسف يعني اللي بيعمله كارتيرون ده ما يجيش حاجه في اللي ممكن بيتسو يعمله. تعالوا بقى نشوف منطق بيتسو في الرد على الكوميديا اللي سمعناها، نطلع ونشوف بيتسو قال ايه. هل الدوري المصري يفتكر الدوري المصري غير دوري ابطال افريقيا غير المره؟ Do you think the competition league is different than the African competition? Yes, the world cup. Yes, it's totally different from Champions League. طبعا الدوري مختلف عن بطوله افريقيا طبعا. Some people say the Champions League is more easier than the dowry. في بعض الناس بتقول بطولة افريقيا اسهل من الدوري. So if Champions League is that easy, why you don't win it? طب لو بطولة افريقيا فعلا اسهل من الدوري ما كسبتهاش ليه؟ And when was the last time you won it? واخر مرة انت كسبتها كانت امتى؟ Do you know what I'm trying to say? فاهم انا عايز اقول ايه؟ And I don't want to mention, I don't want to mention. مش عايز اوضح. Team's name. مش عايز اوضح اسامي، مش عايز اذكر اسامي اندية. Who lost in Champions League? اللي خسروا في بطولة افريقيا. Two times, but we beat that team. مرتين. بكسبناهم مرة خلاص يعني. Okay, so. Okay. اوكي كلام صعب. طيب دوري ابطال افريقيا بطوله اسهل من الدوري، طب ما بتكسبهاش ليه؟ واخر مره كسبتها امتى؟ طيب بما ان المنافس عشان يقول الكلام ده فواضح ان هو ناسي، تعالوا نعرض لكم مسيرته في البطوله الاضعف. فانت متخيل هو يصنف باضعف الاضعف. في 2003 خرج من دور ال 16، 2004 خرج من دور ال 32، 2005 خرج من نصف النهائي على ايدين الاهلي واتصرف له مكافئات، 2006 ما شاركش، 2007 من دور ال 32 الادوار التمهيديه، 2008 خرج من دور المجموعات في البطوله اللي انت خدتها، 2009 ما شاركش، 2010 ما شاركش، 2011 دور ال 32، 2012 من دور المجموعات الاهلي خد البطوله، 2013 دور المجموعات الاهلي خدوا البطوله، 2014 دور المجموعات، 2015 ما شاركش، 2016 خسر النهائي على ايد سان داونز وموسيماني، 2017 خرج من دور المجموعات، 18 لم يشارك، 19 لم يشارك، 20 خسر النهائي على ايد الاهلي بقضية قفشه، 21 الترجي والمولوديه اخرجوا نادي الزمالك. انت متخيل؟ انت كانك بتقول للنادي الاهلي على فكرة انت طلعت الاول على المدرسة عشان الامتحانات كانت سهلة، بس حضرتك في الامتحانات السهلة دي كنت الاخير على المدرسة. يعني انت اللي انت بتقوله لو انت فكرت فيه هتعرف انه بيسيئش الاهلي ابدا. النادي الاهلي بطل تاريخ الدوري وبطل تاريخ الافريقي، تعرف انه بيسيء لحد بس هو انت. انت بتسيء لنفسك ولجمهورك، وزي موسيماني ما قالك مش البطولة الاضعف ما بتعرفش تكسبها ليه. بص، هو فكرة مكسب البطولة الأضعف من الأقوى، أنت وارد جدا تكسب بطولة قوية وتيجي تلعب في بطولة زي مسابقات الكاس مثلا. الفرق الكبيرة كلها بتبقى أهميتها لمسابقة الكاس مش بنفس أهمية البطولات الكبرى، وإحنا هنا متفقين إن البطولة القارية هي طبيعي جدا تكون هي اللي في الصدارة وهي الأقوى، لأنك بتلاعب أبطال دوريات أخرى معاك في نفس القارة، والبطولة اللي بتأتي التانية في الأهمية اللي هي البطولة المحلية بتبقى بطولة الدوري المحلي. احنا مصنفين، وتقريبا كل اللي متابع كورة بشكل جيد وعنده فهم ولو بسيط من كرة القدم هيبقى عارف التصنيف ده، وان البطولات القارية بتأتي بعدها بطولة الدوري المحلي. لكن لما استعرضنا نتائج الزمالك او المنافس في دوري ابطال افريقيا بعد ما حقق البطولة 2002، لاحظنا ان 6 مرات برضو لم يشارك. ليه لم يشارك؟ لان ما كانش قادر ياخد وصافه النادي الاهلي في الدوري، مر بظروف يطلع ثالث يطلع رابع سادس مرتين في دوريين من 2009 ودوري 2006، فبالتالي ما كانش بيقدر يشارك. مواجهته مع النادي الاهلي كانت بتطيح بيه خارج البطوله. الاهم من كل ده، في الوقت اللي النادي الاهلي بيحقق فيه البطوله كان فريق نادي الزمالك بيحصل على 4 مرات مركز اخير في مجموعته. 4 مرات، 3 كان منفرد ومرة كان مشترك مع فريق آخر. لكن نروح لبطولة الدوري، بما أن بطولة الدوري هي داخلة في مقارنة مع بطولة دوري أبطال أفريقيا، نشوف بقى البطولة الأقوى. يمكن نادي الزمالك محقق في البطولة الأقوى نتائج أفضل. هتلاقيه 2003 بطل الدوري و2004 بطل الدوري،
حصلت انفراجه وتعاقدات وصفقات واستفاقه مهمه للنادي الاهلي، فخد مركز سادس 2005، مركز ثاني 2006، مركز ثاني 2007، مركز ثالث 2008، رجع خد مركز سادس مره اخرى 2009، مركز ثاني 2010، مركز ثاني، مركز ثالث 2015 بطل، 2016 مركز ثاني، مركز ثالث، مركز رابع، مركز ثاني، مركز ثاني، مركز اول 2011، المركز الثاني 7 مرات بيحققهم نادي الزمالك، عشان برضو بيكون في صراع مع باقي انديه الدوري في فكره ان هو يكون وصيف النادي الاهلي. اعتقد دي رد على ابطال عالمين، ورد على الدوري اقوى ولا افريقيا اقوى، وده كان رد عملي من موسيماني ومننا بالارقام.